في خطوة تعزز من التعاون الدولي في مجال علوم تكنولوجيا الفضاء، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وكالتي الفضاء المصرية والإيطالية، ويهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار مناسب لتنفيذ الأنشطة التعاونية في مجالات متعددة، بما في ذلك علوم وأبحاث وتكنولوجيا الفضاء ورصد الأرض والاستشعار عن بعد والتطبيقات الفضائية ومشروعات بناء القدرات ومبادرات التدريب.